لم يتعود العشريني صلاح الدين مبطوش تفقد وسائل الإعلام كل صباح، لكن تذبذب توزيع المياه وغيابها عن الحنفية مؤخراً دفعه للبحث عن أخبارها في الجرائد، خاصة في ظل التهويل والتضليل الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا المعلومات الرسمية نتاعي اللي نثق فيها صح، خاصة وهذه الأيام أنا نتبع الجرائد، نتبع الصحافة الإذاعة، لما نشوف باش نحقق من المعلومة، نحقق من المعلومات رسمية صح تبين لي واش راني حندير، والمشكل هذا اللي راني فيه تاع اليوم تاع أزمة الماء لازم يكون عندي مصدر رسمي نثق فيه. إلا ما عنديش مركز رسمي نثق فيه أنا ما نقدرش نتبع الإشاعات. كوبا الماء واش معناتها؟ كما الناس كامل تعتقد كوبا الماء تقدر أما خلل تقني. صحافة لازم تكون عندك ثقة فيها. صحافة هذا شكون؟ هذا المهندس الصحافي شكون؟ عرف كيما أنا الواقع الأزمة اللي نعيش فيها عايش فيها هو. صلاح الدين ورغم أنه يستقي المعلومات الرسمية من وسائل الإعلام التقليدية إلا أنه يتصفح فضولاً على غرار الكثير من المواطنين مختلف وسائل التواصل الاجتماعي دون الأخذ بالإشاعات. كنت تبدأ في القيل والقال مثلاً في الفيسبوك ولا الإشاعات هذو يدير خلل في البلاد، عبك بلي تشوف حتى أنت تشوف روحك رايح خلاص نهاية الحياة. هذه نهاية الحياة يا أخي، ماشي لازم تكون عندك معلومات رسمية انشرها على الموقع الاجتماعي، تكون معلومات رسمية من جهات مختصة. هنا نبحث عن المعلومة الرسمية نتاع الوسمو، المعلومة الرسمية من تجيبها أنا كمواطن، أنا نجيبها مواطن، نجيبها من وسائل الإعلام اللي هما يقدروا يوصلوا للمسؤول، اللي هما يقدروا يجيبوا حاجة رسمية اللي هو أي مواطن يقدر يشوفها ويكون عن قناعته، وتكون معلومة رسمية يعني يصرح بها وزير من وزير تاع الموارد المائية. ورغم هيمنة السوشيال ميديا على الساحة الإعلامية إلا أن الأزمات أرجعت المواطنين للإعلام الكلاسيكي بحثا عن الحقيقة في ظل انتشار المعلومات المغلوطة، فكان لوسائل الإعلام تأثير بالغ وعميق في الجماهير الواسعة التي أصابها الهلع والذعر نتيجة التعرض لكم هائل من المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن الأزمات الأخيرة التي مرت على الجزائر أثبتت أن الإعلام الكلاسيكي جرائد، إذاعة، تلفزيون، وكالة أنباء يعني لا يمكن الاستغناء عنها رغم المنافسة الشرسة والمنافسة الكبيرة التي يتلقاها من مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نشوفوا لأنه وسائل الإعلام الكلاسيكية عندها ضوابط، عندها أخلاقية مهنة، عندها منهجية عمل، لا يمكن نشر خبر دون التأكد منه، لا يمكن نشر خبر دون التحري من مصدر الخبر، في حين في وسائل التواصل الاجتماعي يعني من هب ودب، حسابات مجهولة، حسابات بأسماء مستعارة، ما نعرفوش من هو صاحب الخبر، هل هو خبر صحيح، هل هو إشاعة، هل هو خبر زائف. وأمام هذا الزخم الإعلامي الذي تجلى خلال أزمة المياه وأزمات أخرى، تواجه وسائل الإعلام تحدي إقناع الرأي العام حول خصائص هذه الأزمات ومحدودية وقتها. هنا يكمن دور الإعلامي في طريقة معالجة القضايا وكيفية إيصالها للمتلقي. التحدي الأكبر حول الإعلاميين أو للإعلاميين الآن هم كيف يقنعون الجمهور، كيف يقنعون الرأي العام بأن من خصائص الأزمة أنها مؤقتة، أننا يجب أن نتكاثف ونتضامن جميعا نحو تجاوز هذه الأزمة، أن للأزمة أسباب، يجب أن نعرف الأسباب حتى نقضي على الشائحات، أن نعرف الأسباب ونعرف المواطنين بها، وهذا هو دور الإعلام، الوصول إلى المعلومة وإيصالها. معرفة الأسباب الحقيقية من خلال ماذا؟ من خلال ما يسمى في الخطاب الإعلامي مسارات البرهنة المنطقية، أقوال المسؤولين، الوقائع، صور حقيقية، آراء مواطنين، تصوير الحقيقة كما هي مثل ما قلت لك دون تهوين أو تهويل، ثم يعني بالتنسيق مع السلطات الرسمية ولا سيما المحلية ما هو المخطط الاستعجالي الموضوع. معالجة الإعلام للأزمات ودوره في نقل الواقع وتنوير الرأي العام يجعل منه أداة لمواجهة التهويل الإعلامي في زمن تسارع المعلومات عبر الوسائط الاجتماعية.